رئيس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم. وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي: أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بما حققته الزيارات الموفقة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهر البلاد المفدى لعدد من الدول الأسيوية الصديقة من نتائج إيجابية وهي مملكة ماليزيا وسلطنة بروناي دار السلام ومملكة تايلاند، ووصف سموه بأنها ناجحة ومثمرة جدا في إعطاء دفعة قوية للارتقاء بالتعاون الثنائي سياسيا واقتصاديا واستثماريا، وستضيف أبعادا جديدة إلى العلاقات بين مملكة البحرين وهذه الدول الصديقة، منوها سموه بأهمية المباحثات التي أجراها جلالة العاهل المفدى مع قادة تلك الدول وكبار المسؤولين فيها بما تم التوقيع عليه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم بما حظي به جلالة العاهل المفدى من حسن استقبال وكرم مفادة. إلى ذلك فقد رحب مجلس الوزراء الزيارة التي يقوم بها إلى البلاد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة متمنيا لفخامته والوفد المرافق طيب الإقامة في بلده الثاني مملكة البحرين، مشيدا المجلس ضمن هذا السياق بالعلاقات الأخوية البحرينية المصرية الوثيقة وبأهمية زيارة فخامة الرئيس المصري في دعم وتوطيد هذه العلاقات وتعزيز أواصر التعاون البحريني المصري في مختلف المجالات. بعدها أشاد مجلس الوزراء بنتائج الزيارة التي قام بها إلى البلاد مؤخرا بدعوة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء معالي الجنرال برايوت شان أوتشاريس وزراء مملكة تايلاند الصديقة، مشيدا المجلس بنتائج المباحثات المثمرة التي عقدت بين الجانبين البحريني برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء والتايلندي برئاسة معالي رئيس وزراء مملكة تايلاند وبأهميتها في تعزيز وتنمية علاقات الصداقة والتعاون بين مملكة البحرين ومملكة تايلاند وتنشيط جهود تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين. بعدها حث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على إقامة المزيد من المعارض المتخصصة التي تدعم التطور العمراني والعقاري بالبلاد وتسوق للمشاريع العمرانية العقارية فيما ينعكس إيجابا على تنشيط قطاع البناء والمقاولات، ومنها معرض الخليج للبناء والعقارات والديكور والتصميم الداخلي والأثاث لعام 2017 والذي أقيم برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وأناب سموه لافتتاحه معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء. وبمناسبة يوم الصحافة البحرينية هنأ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الأسرة الصحفية والإعلامية في البلاد وتمنى لصحافتنا الوطنية بكتابها وصحفيها وللإعلاميين بها التوفيق في أداء رسالتهم السامية في الدفاع عن الوطن وقضايا المواطنين، وحي جهودهم المخلصة وأقلامهم المقدرة في الذود عن الوطن ومكانته بين الأمم بالكلمة الحقة والمعلومة الصادقة وفي التعبير عن نبض المجتمع وقضايا وفي تكريس المحبة والتعايش بين الشعوب والأديان ونبذ الكراهية والطائفية وكل ما يسيء أو يؤثر على الوحدة الوطنية. وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حرص الحكومة على تمكين الصحفيين والإعلاميين من ممارسة دورهم بكل مهنية واستقلالية وتهيئة المناخ المحفز لعملهم في أجواء حرة كفلها لهم الدستور والقانون. بعدها رحب مجلس الوزراء بانعقاد اجتماع الاتحاد الدولي لكرة القدم كونغرس الفيفا في مملكة البحرين، وكلف المجلس الجهات المعنية بتهيئة كافة الإمكانات لدعم نجاح هذا التجمع الدولي الهام بما يبرز مكانة مملكة البحرين ويرسخ من موقعها كوجهة عالمية في احتضان الفعاليات الرياضية الدولية. وفي إطار الحرص الذي يوليه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على حصول المواطنين على كافة الخدمات بأشكالها المختلفة، فقد كلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الإسكان بمتابعة احتياجات قرية سلمباد من الخدمات الإسكانية بما يكفل حصول أهاليها على احتياجاتهم من المشاريع الإسكانية في ضوء المعايير المعتمدة. من جانب آخر فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الصحة ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لإيجاد معالجة فورية للحيلولة دون أي آثار أو إزعاج بيئي أو صحي قد تترتب جراء تجمع المياه والمسطحات الراكدة في بعض المواقع في قرية الجلالي والمناطق المتاخمة. وفي سياق آخر فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الجهات المختصة بتعجيل الإجراءات التي تكفل قيام الجمعيات الخيرية بدورها في تقديم خدماتها الخيرية وبخاصة في شهر رمضان المبارك، مع التشديد على الالتزام بالقوانين والأنظمة التي تنظم
تنظم جمع الأموال والتبرعات، فيما وقف المجلس على الاستعدادات التموينية والإجراءات التي اتخذتها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لضمان استقرار أسعار المواد التموينية في البلاد أو في الأسواق. وعلى صعيد الصلة، فقد تابع مجلس الوزراء رصد بعض الحالات لنفوق الأسماك في الدول المجاورة، واطمأن على سلامة الأسماك في المياه الإقليمية لمملكة البحرين، وكلف المجلس الجهات المختصة بمواصلة عمليات الفحص والتحاليل المختبرية للأسماك وإخضاعها للرقابة المستمرة. بعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات والمذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي: أولا، بحث مجلس الوزراء تعزيز الوضع المالي للدولة وتوفير مصادر تضمن استدامة الميزانية العامة للدولة وتحقيق التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها، وتكفل استمرار عمل الجهاز الحكومي بفعالية وإنتاجية وبكفاءة، وتدعم النمو الاقتصادي للقطاعات الواعدة لخلق فرص عمل جديدة للمواطنين. مستعرضا المجلس ضمن هذا الصدد الأوضاع والتحديات المالية والاقتصادية بسبب تقلبات أسعار النفط وانعكاساتها على قدرة الحكومة على تلبية نفقاتها المستقبلية وجهودها الحثيثة للحيلولة دون تراكم العجز في الميزانية والحد من مستويات الدين العام لتبقى دائما ضمن الحدود الآمنة للاقتصاد الوطني. وقد ناقش مجلس الوزراء عددا من المبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية وخيارات خفض المصروفات في مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 و2018. وتدارس المجلس التوصيات والخيارات التي قدمتها اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق في هذا الشأن، وتبنى التوصيات التي تضمنها التقرير الصادر عن البعثة الاستشارية لصندوق النقد الدولي في التعامل مع عجز الموازنة وضبط أوضاع الميزانية العامة وتنويع مصادر الدخل. وقرر المجلس استمرار دراستها في اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق، ذلك بعد العرض الذي قدمه بخصوصها معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة. ثانيا، وافق مجلس الوزراء على توصية مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض بتعديل إيجارات أرضية مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات وتوصيتها بشأن التراخيص التي تصدرها الهيئة المذكورة، بما ينسجم مع حكم المادة 5 من المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 2015 بشأن إنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات، وذلك بعد الاطلاع على المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض. ثالثا، وافق مجلس الوزراء على التوقيع النهائي على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما، وتفويض الوزير المختص بذلك. رابعا، وافق مجلس الوزراء على 4 اقتراحات برغبة: الأول بشأن تخصيص أرض لإنشاء صالة مناسبات في البستين باعتبارها محققا من خلال التوجيهات الملكية السامية بتخصيص قطعة أرض بمنطقة البستين كصالة للمناسبات لخدمة كافة أهل المحافظة، والثاني باستخدام نظام البصمة على الوافدين بمختلف منافذ مملكة البحرين الجوية والبرية والبحرية باعتباره يخضع للدراسة حاليا تمهيدا لتطبيقه، الثالث لتطوير الساحل البحري بشارع الفاتح حيث سيتم وضعه موضع التنفيذ وفقا للإمكانات والموازنات المخصصة بعد إتمام دراسته من الجهات المختصة، والرابع بشأن مبنى جديد وفروع للإدارة العامة للهجرة والجوازات والإقامة باعتبار أن فتح فروع للإدارة المذكورة مطبق حاليا في عدد من المحافظات، أما إنشاء مبنى جديد فما زال قيد البحث وخاضعا للدراسة الخاصة بذلك. وقد وافق مجلس الوزراء على ردود الحكومة على هذه الرغبات التي أعدتها اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.